اخر موضوع الطف شوي من الموضوعين الماضيين. اخر موضوع هو عن اهميه ان احنا نتمنى الخير للناس الثانيين، حتى لو ناس عم بينافسونا على الشيء اللي احنا بدنا اياه. خلينا اشرح لكم كيف. كم واحد فينا طول عمره نفسه يكون مثلا الاول على الصف، او احسن لاعب في الفريق، او اسرع واحد في المدرسه، او اكثر واحد عنده فولورز على التيك توك، او اكثر واحد عنده لايكس على صوره على الفيسبوك او على الانستغرام؟ كثير منهم. بس سؤال، انت كشخص شو ما كان مجالك، لو انت نجحت هل معناته انه الناس التانيين حتفشل او لازم تفشل عشان انت تنجح؟ نفترض رجعنا احنا لفكرة اللايكس على الانستغرام. لو انا عملت لك لايك على صورتك ما بقدر اعمل لك لايك انت على صورتك كمان؟ بقدر. لو انت تحسنت كلاعب كرة او كلاعب كرة سلة او كرياضي بشكل عام، لو انت تحسنت هل هذا معناه انه هذا الشخص لازم ينزل مستوى؟ لا. هل من الممكن انه انت تتحسن وهذا الشخص يتحسن كمان؟ 100%. هل من الممكن انه انت تكون ناجح في علاماتك ودراستك وفي شخص ثاني ناجح بعلاماته ودراسته؟ 100%. فانت لما تكون تتمنى الخير للجميع، تتمنى الخير للناس حتى لو هم بينافسوك، حتى لو هم في ناس بدهم نفس الهدف اللي انت بدك اياه، نفس الجائزة اللي انت بدك اياها، لو تمنيت الخير انت كشخص حتتخلص من اشي اسمه غيرة، حتتخلص اشي اسمه طاقة سلبية، حتتخلص من اشي اسمه حقد، حتتخلص من كتير مشاعر بتأثر في الناس حتى لو هي ببالها انه لا انا 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 شو انا بغار؟ لا عيب عليك، ما بغار. لا 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 انا بحسد؟ لا ما بحسد. انا بحقد؟ انا ما بحقد. بس انت من جوا بتكون متدمر، لانه انت مفكر اذا انت نجحت معناته الشخص الثاني لازم يفشل. هلا صح، اوكي صح، بس في مركز اول واحد، بس هذا لا يعني انه انت لمنافستك للمركز الاول لازم تتمنى انه الشخص الثاني يفشل. لا، الله يوفق الجميع. المركز الاول ممتاز، انا بدي المركز الاول بحياتي صراحه، ما بحب اتنازل، بس هذا مش معناه ان انا بتمنى الشخص الثاني يفشل. بحاول على فكره، هاي شغله انا كثير بنازعها في حالي على فكره، عشان اكون صادق معكم، هاي شغله انا بشتغل على حالي فيها كثير تكرار، بس بحاول اني انا اعبر لكم كمان عن ليش انا بشتغل فيها، شو الشغلات اللي انا تعلمتها، شو الشغلات اللي خطرت على بالي، شو الشغلات اللي بشوفها انا كمان على السوشيال ميديا. لو احنا كناس صرنا فعلا كل ما نشوف شخص حتى لو محتواه ما بيعجبنا، حتى لو محتواه ما بيعجبنا، جماعة التيك توك، حتى على اليوتيوب، شخص في المدرسة أسلوبه ما بيعجبنا، أخلاقه ما بتعجبنا، مو مشكلة، الله يوفقه، الله يهديه، والله يرزقه، ويا رب يوصل للي بده إياه. أنت لما تكون دائما بتدعي وتتمنى الخير للناس، أنت كشخص بتصير سعيد، أنت كشخص حياتك كلها بتصير إيجابية أكثر، أنت كشخص حياتك أنت بتصير إلها طعم تاني، لأنك أنت ما بتشوف إشي سلبي في حياتك. أنا أول ما دخلت على التطبيق صراحة، أول ما دخلت على تيك توك ما كنت مهور 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 مهور، في ناس عندهم فولورز 70,000 متابع و 90,000 متابع، أنا شو كان عندي 10,000، كنت أقول هذا عنده متابعين؟ هذا اللي بمحتواه ما إله معنى عنده متابعين؟ هيك كان بالبداية. بعدين أنا حكيت يا أخي هو شو بضر عليك؟ هي شو بتضر عليك؟ خليها تعمل اللي بدها إياه. والله إذا إشي بتعارض مع الأخلاق الله يهديها. أنا بقدر أسوي إشي من عندي؟ لا، رب العالمين بقدر أسوي إشي. بس والله إذا هذا بيفتح مجال عشان هي مثلا، والله صح إنه يمكن محتواها أنا ما بوافق عليه، بس نفترض أهلها بحاجة لفلوس وهاي الطريقة ممكن هي توفر لأهلها فلوس، ولا يعني أوكي نفترض إنها تحتاج شوية تعديل على المحتوى، بعدين بصير ما ماله إشي، فيها إشي غلط لو الواحد اترزق من هاي الشغلة. نفترض إنه هي ما عارضت الأخلاق ولا عارضت الدين ولا عارضت إشي، بس أنا هيك مزاج ما حبيت محتواها. طب لو هذا هو رزقتها مثلا، عم بتضر علي إشي؟ لا. نفس الشيء الشخص اللي عم بيحاول ينجح بالرياضة، عم بيحاول ينجح بالدراسة، عم بيحاول ينجح بأي مجال، ما تتمنوا الشر للناس، ما تتمنوا الشر. لو حدا تمنى لك أنت الشر شو بتفكر؟ يا الله الإنسان شو حقود، يا الله الإنسان شو سلبي، شو عملت له أنا عشان يتمنى لي الشر؟ بس لما أنت تيجي تعمل هاي الشغلة للناس التانيين أنت عادي؟ أنا عادي؟ لا طبعا، لازم نعامل الناس بالطريقة اللي بدناهم يعاملونا. لو انت بتتنافس مع شخص في الدراسه، لو بتتنافس مع شخص في الرياضه، لو بتتنافس مع شخص في السوشيال ميديا، لازم كلنا يكون في جواتنا شغل دائما ذكرنا محمد، صح انك بتتنافس، خلي المنافسه شريفه، خلي المنافسه ايجابيه، واتمنى الخير لكل حدا. وصدقوني شغله صعبه مش سهله، بس هذا تحدي انا بعمله بيني وبين حالي، وبتحداكم تعملوه بينكم وبين حالكم. وصدقوني فعلا الحياه حتكون، لانه انت حتضحك،
لما تقول اوكي بصوت عالي انا بتمنى لك كل خير، بتحضر فيديو الفيديو تبعه بتقول له انا بتمنى لك كل خير، بالبدايه حتضحك، كيف بيطلع من تم هالكلام؟ كيف مره على مره مره على مره قلبك خلص بتخلص من المشاعر السلبيه. لازم تكون طبعا مصدق اللي انت بتحكيه، لازم تطلع عليه وتقول تعرف بوز، بتمنى لك كل خير يا فلان، بتمنى لك كل خير يا فلانه. فعشان هيك شغله لازم نذكر حالنا فيها، انت صعب تكون شخص ناجح اذا صح انك بتحقق اهدافك بس اذا بتتمنى لغيرك انه يفشل. هل انت فعلا شخص ناجح؟ هلا الناس اللي بتمنوا الفشل للناس التانيين بيكون نوع من الخوف، بيكون خايف انه الشخص الثاني يفوز عليه، بس ما في خوف. انت اذا بتعمل اللي عليك فعلا، بتعمل عليك وبتشتغل مزبوط، وزي ما قلت بتوثق برب العالمين، ما في شيء تخاف منه. لو فاز عليك عادي، كل حدا بيفوز وكل حدا بيخسر. احسن 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 رياضيين بالعالم خسروا مليون مباراه وخسروا مليون اشي، في بس خسروا مليونين سوري فازوا مليونين اكثر. كل حدا بيفوز وبيخسر. خلي عندك روح رياضيه، خلي عندك روح ايجابيه، روح نظيفه، واتمنى الخير واتمنى النجاح لكل حدا بتشوفه، سواء حبيته ما حبيته، في كان مشاكل في الزمانات ما كان في مشاكل، محتوى بيعجبك محتوى ما بيعجبك، اخلاق مش اخلاق. انت ما لو صاحبك بايدك تنصح، ممكن تنصح، لو اخوك بايدك تنصح، بس انت ناس قليلين في الدنيا اللي انت بتربيهم، والله بس يرزقنا اولاد وبنات احنا ممكن نربيهم، وحتى هدول لعمر معين بعدين خلص حياتهم. اللي نقدر نحكي يا رب كل التوفيق، يا رب اتمنى لك انت كل خير، الله يرزقك يا رب وينجحك، والله في شغل الله يهديك، بس والله غير هيك انت فعلا انسان عندك طموح، طموح ممكن يكون زي طموحي وطموح ممكن يكون مختلف عن طموحي، بس يا رب يوفقنا كلنا وينجحنا كلنا. الحمد لله يا جماعه في فلوس كتير في الدنيا، في شهره كتير في الدنيا، في مشاهير كتير، في رياضيين كتير، متفوقين كتير. ممكن احنا كلنا نكون متفوقين اذا حطينا كلنا الجهد، وكلنا احنا مش مجتمع ايجابي وناس ايجابيين وناس بنتمنى الخير لغيرنا، ان شاء الله كلنا بننجح. بس اذا كنا ناس بنحاول نحبط بعض مش كتير حينجحوا، ما اظن في ناس حتنجح. يعني اذا كل حدا عم بحاول يسحب الثاني مين حيطلع فوق؟ اذا هو سلم سلم عم نحاول نطلع عليه وكل حدا عم بيسحب الثاني، مين حيوصل اخر السلم؟ ما بعرف اذا في حدا حيوصل اخر السلم. بس اذا كلنا ساعدنا بعض وتنافسنا بطريقه حلوه، اني انا كل ما اطلع بسحب حدا بعدين بحاول اتفوق عليه بعدين بسحبه معي، بحاول هيك فعلا احنا بنتسلق السلم اسرع وكلنا بنطلع بالاخير. ففكروا فيها من هاي الناحيه، الخير والنجاح لا يقتصر بس على شخص واحد، ممكن كلنا نكون ناجحين. خلينا نفكر بحالنا كفريق، بالاخير صح بكون في هداف، بكون يمكن في لاعب تفوق اكثر من التانيين، بس الفريق لما يفوز حلاوه الفوز كثير حلوه. فارجو ان الفكره تكون وصلت. الشغله هاي لازم تدربوها، لازم تدربوا حالكم عليها. بنصحكم جدا بصوت عالي تقولوا انا بتمنى الخير لهذا الشخص، انا بتمنى الخير لهذا الشخص، انا بتمنى يا رب الله يوفقك وينجحك. كل حد بيحضرني على اللايف الله يوفقكم وينجحكم ويرزقكم اللي بدكم اياه، سواء بدكم تنجحوا على تيك توك بتنافسوني زي ما بدكم تنجحوا بمسيرتكم بدراستكم بشغلكم، بدكم يكون عندكم فلوس اكثر مني الله يوفقكم. انا هلا اللي بده يكون عنده فلوس اكثر مني مش صعب على فكره، ما عندي هالقد. اللي على اليوتيوب اللي حابب يحضرني الله يوفقكم كلياتكم وينجحكم ويعطيكم كل اللي بدكم اياه، بدكم تنزلوا فيديوهات على اليوتيوب تكون لها فيوز وسبسكرايبرز اكثر مني الله يوفقكم. شايفين صعب علي هذا على فكره، صعب احكيه وانا بعني هذا الكلام من جوا، بس شو بضر اذا انتم صار عندكم سبسكرايبرز اكثر مني؟ شو بضر اذا عندكم صار عندكم فولورز اكثر مني؟ ما بضر، كلنا بنستفيد. فانا حنهي الفيديو هون، شكرا يا جماعه اليوتيوب، شوفوا فيديوهات الماضيه اذا حبيتوا.